مرحبا شباب، شلونكم؟ بهاي الحلقة راح نتعلم شلون نسوي تأثير الزجاج. مثل ما تشوفون قدامكم، أول شيء نقدر نسويه اللي هو نرسم مربع أو أي خلفية أنتم تريدوها. مو شرط تلتزم باللي أنا دا أسويه، يعني مجرد دا أشوفك إنه شلون ممكن التصميم يصير. فأني هنا دا أغير الألوان الجريدينت، وبعدين بالجريدينت تول دا أغير الاتجاه مالته. وراها تقدر انت ترسم اشكال مثل ما انا حسوي، مو ضروري تلتزم باللي انا دا اسوي، انا بس دا اشوفك. ارجع واقول فرسمت دوائر، غيرتهن، سويتهن ستروك، وهسه حبدا اغير الوانهن واجهزهن مثل ما تشوفون قدامكم. طبعا اذا تريد تغير حجم الستروك فمثل ما تشوف قدامك هاي الارقام تقدر تزيدها. بديت اسرع الفيديو لانه مثل ما قلت لك مو ضروري تلتزم باللي انا دا اسويه، مجرد هاي اشكال على مود اوضح لك الفكره شلون تصير. طبعا هواي لحيت انه دا اريد احطها بالنص، اوكي، بس على مود نغير الوانها همينة. طبعا كل اللي موجود قدامكم هو جريدينت بس مختلف الالوان. شباب، اهم خطوه بهذا الموضوع كليته اللي هو الاستنساخ. حاليا صار استنساخ، استنسخت كل شيء موجود وحطيته بنفس المكان. وراها نبدا نرسم هذا المربع. طبعا ما محتاجين انه يكون هو ستروك، فحغيره الى الفيل. هو محتاجين بس على مود نسوي كليب ماسك. احدد كل الايتمات اللي موجوده من ضمنهم الخلفيه، ووراها اسوي كليب ماسك عن طريق كنترول 7. هسه أنا فتت بالكليب ماسك، أوكي، وراها حددت كل الأوبجكتات الموجودة عدد الماسك، ورحت على قائمة أفكت من ضمنها بلور. طبعاً هنا البلور أنت اللي تتحكم به، شوف درجة البلور اللي تريدها هي اللي حتكون، يعني اللي حتسوي لك مقدار تغويش مال الجانب. الحواف ما أحبها حادة، في لهذا سويتها راوندد. وهنا أنا سويت ستروك بسيط ابيض على مود يعطيني الافكت انه الجام هيك بحواف، اوكي. هنا انا دا اتلاعب بالاوباسيتي على مود يعني كانما تكون جهه طوخ وجهه فاتحه. وراها حرسم مربع. هذا المربع على مود همينة اسوي له فيل بالاتجاه المعاكس مال ستروك، تمام شباب، على مود يعطيني هذا الافكت مال الضوء المضروب على الجام، وهيك صار عندك الافكت مال جام. طبعا تقدر تسوي دبل كليك وتقدر تتحكم بالماسك وتغير مكانه كأنما انت هسه تغير مكان الجامع. شكرا لكم.